وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور محمد مبارك جمعة، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور محمد نرحب بك. إذا السلطات في قطر لم تكتفي بانتهاك حقوق البحارة البحرينيين، بل وصل الأمر إلى محاولة تجنيد أحد البحارة وهو المواطن مكي كويد من منطقة سترة. كيف تفسر هذا النهج الذي يتنافى مع ما التزمت به الدوحة؟ أولا طبعا هذا النهج استمرار لسلوك النظام في قطر منذ سنوات، ومحاولة تجنيد مواطن بحريني يعني يرتاد البحر، ومحاولة طبعا دفعه إلى التجسس لمصلحة النظام القطري، يدلك دلالة كاملة على أن كل الحديث عن المصالحة مع هذا النظام إنما هو مناورة من قبل النظام في قطر من أجل كسب الوقت، وهو يستمر الآن في نفس سلوكه منذ العام 2011 وما قبل ذلك، وحتى الآن هو يتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ويزج بنفسه في الوضع الداخلي في مملكة البحرين، ويحاول الإضرار بالأمن والاستقرار داخل مملكة البحرين. لاحظ مسألة محاولة تجنيد مواطن بحريني يعني يرتاد البحر، هذا في الواقع يفتح الباب على مصراعيه لتفسير في الواقع السلوك القطري مع كل المواطنين البحرينيين الذين يرتادون البحر. هل يسعى من خلال هذا السلوك إلى دفع أكبر عدد ممكن من البحرينيين نحو يعني نهج سلوك ضد بلادهم من خلال تجنيدهم؟ هذا الأمر لا أستبعده على النظام القطري، وخصوصا أن رأس النظام القطري في الفترة السابقة في عام 2011 كان يتدخل بشكل مباشر من خلال اتصالات هاتفية مع عناصر من الجماعات المؤيدة للنظام الإيراني، ويحاول طبعا التنسيق معها من أجل تسليط الإعلام القطري وتحديدا قناة الجزيرة القطرية على مملكة البحرين. لذلك هذا السلوك أعتقد أنه الآن يعني مرحلة فارقة جدا، من المهم أن ينتبه الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي إلى هذا السلوك، لأنه يرتبط بشكل مباشر بما يتعلق بملف المصالحة. النظام القطري ظهر أمام عدسات الإعلام وهو يوقع على بيان العلا، مثل هذا السلوك الآن يؤكد على أن هذا النظام سوف لن يغير من سلوكه، سوف يستمر في استهداف مملكة البحرين، واستهداف مملكة البحرين هو استهداف لسائر دول مجلس التعاون الخليجي. نعم، إذن الدكتور محمد مبارك جمعة، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.